اختصار لإيه يعني؟ اللي مؤمن ولا مرقص إيه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا قول يعني. دلوقتي لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يالا انك جعر وعمى البصر والبصيرة. شو شو ايه يا بنت ده؟ الحلاوه الطعامة والشياكة دي؟ عادي يعني، أقل حاجة عندي. ده أنا حتى ما رضيتش أفور عشان الخروجة ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه أصلاً، ده فستان نيلي. يلا يا جماعة بقى عشان ما نتأخرش. Let's go guys. مين 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 ده اللي ياخدك مني؟ مين 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 مني؟ مين جيزوي؟ محزوز جاي، محزوز جاي، اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي، احنا مش جايين من الشقة. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان. يا عهدي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح، وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة، طول ما انتوا قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام، have a good time. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اه اكيد بيوصي، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليماي متخلف. سوري سوري، انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا نيلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني جاسوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. ماما مين بيهيف؟ مش عايزه اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. ماما ميمي هتيجي معانا؟ اوكي خليكي. تعالوا بسرعه، هو ده السليم اللي بيطلع عند العربيه. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره. لو حصل اي حاجه كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك، اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. نيلي انت اتغيرتي قوي، للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته. يلا انجز. هاني. نعم هاني. يلا يلا. ايه يلا؟ نطلع فوق عند العربيه. دي هند صبري. هند صبري يا نيلي، بحبك. سي هاي، ازيك؟ هاي ازيك. على فكره انا مش بحب اروح للسليبرتيز اقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سليبرتي، دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه، يعني ما بحبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس، ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه، بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكره، ده سكسي طبعا. لا بجد، بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيره؟ اكيد الجزيره. لا لا هو ما كانش في جزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض؟ لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. شيرين انت فكره حلوه قوي. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي.
مشكله. طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير. انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه يا ماما؟ طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اه اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ اه يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. ارقصي له؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس بس انا سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال. انت ممثله محترمه ما تعمليش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخشي عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحقني يا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ حاجد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. اه والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكرة يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. اه بس بمسؤولية. اشربوا قهوة وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توقع تتهنبي تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصة بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجة يا هاني، قلبت الدنيا هنا. النجدة يا عم بطل. انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجة خالص. ده كان ناقص اشيل الجلد من على الكأس. سيئة. انت جبت المجلة دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفة. طب مش تقول لي يا هاني؟ انت خلف ده. طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياة يا سيف؟ في كلاكس. ايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر. هو ده الواحد اللي انت قلته على فكره. شوف مش معقول كل ده لسه ماخدين دهله. يلا يا هاني بطل. مين تاني؟ قال لك نجات. نجات؟ نجات الصغيره. فوق بقى هاني فوق. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ يلا خلاص. ايه ده في ايه؟ لا انا عايز لسه الف بيها وكاروز وامرك وعمل كاروز ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه. مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. ايه يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم. اهو سيف اهو. اسكت. ايه اطفي ايه؟ حي جمهورك. يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم. اهو سيف اهو. اسكت. ايه اطفي ايه؟ حي جمهورك. يا لهوي هيحبسنا ابن الهبله. ايه ده انت بتعمل؟ انت وهو فوق. انزل يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين. اطلعوا انتوا. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده، ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكوا؟ في سوء تفاهم حضرتك. انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهيه. ايه ده بس يا انكل؟ الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه، مالكش دعوه انت خالص بالموضوع ده. اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقول لك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا،
ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقول لك ايه بقى يا ماجد، بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه، امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه. وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس خليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديب الشلوت وهديه اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي قول له يا فكالو، محدش يتحرك. قول له يا فكالو، شايف لي ابدا البطاقه دي كلها، وحرص لي الخمره دي كلها، وحرص لي المزل دي كلها. في يا محفوظ باشا استرعينا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه، الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. لا والعربيه هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنه هنا مش ممنوعه؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنه ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورته دي شوكولاته؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. اقفش يا ابني العيال كلها بسرعه بسرعه. ما تقلقش يا سعاده باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذه يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا انا لا مؤاخذه خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شده فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي ده اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضحيه وخبت ايه؟ ايه اللي ضحيه وخبت ايه؟ مش ما تقولش اسم هنا. الله، ما تقولش اسمك، تعمل فيها ظابط. في ظابط يلبس كده، يلبس كوتش بينور. الله، ظابط وداخل ديسكو. الله، والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين. مش بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم. ها اسبكوها. حاضر نسبكها، يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات. يا سعاده البيع، حرام عليك، انا عندي كم عيال، وانا عندي بغبغان غلبان وبنص لسان. زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي. انت مزاك ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه، ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيوعه، ايه ريحه بقعه دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي، مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى. ضحي ايه وخبت ايه يا سيف؟ الله، اطلع خلي بالك منها. سيف يا سيف، سيف. والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يا هبل. هند صبري؟ وانت ايه، خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي، انت طلعت حكومة يا ضاحي؟ يا ابني حكومة ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعة انا خايفة قوي،
انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيري، هنا هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت. الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله يا جماعه. ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه. ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول. ما هو المفتاح في جيبي اصله، والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له. انجز. بصه واحده. بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب، وسع رجلك يا هاني. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هينجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنقكم. انزل يلا تهوى. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، هل يعني كده هتسد الرصاصة؟ انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجة. يا واتي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا ب... حلوه دي، ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. مش خير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن يا